أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا المشهد الجديد الذي نأتيكم به على شاشة نيل الأخبار، والذي نلقي فيه الضوء خلال هذه الحلقة على آخر التطورات في الأراضي اليمنية، وبشكل خاص بعد حالة الجدل التي أصبحت واضحة في الشارع اليمني، وكذلك أيضا بين مختلف الفرقاء اليمنيين حول تطورات ومستجدات الأوضاع في الأراضي اليمنية. ربما ما أعلنته مؤخرا السلطة اليمنية أن هناك لجنة، وهي المعنية في الأساس بمراقبة وقف إطلاق النار، لجنة التهدئة وأيضا التواصل الحكومية. هذه اللجنة هي معنية في الأساس بمراقبة وقف إطلاق النار، أنها بتعتزم الوصول إلى الكويت، وذلك لعقد مباحثات في 18 من إبريل الجاري، وذلك للعمل على رفع مسودة بملاحظات حول ما وصل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول الترتيبات اللازمة لمراقبة وقف إطلاق النار. حول آخر هذه التطورات نلقي المزيد من الضوء في هذا التقرير، ولكن في البداية أرحب طبعا بضيفي الكريم في هذا المشهد، الأستاذ حميد رجوي، المحلل السياسي اليمني. أستاذ حميد، أهلا بحضرتك. مرحبا، أهلا بيك. نتابع هذا التقرير ونرجع مرة أخرى لتفاصيل الوضع حاليا في اليمن. نتابع. تتواصل المشاورات من أجل إيجاد مخرج سياسي للأزمة في اليمن. وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أعلن أن وفدا من المتمردين الحوثيين يجري محادثات في الرياض قبل وقف لإطلاق النار ومفاوضات سلام جديدة بين أطراف النزاع اليمني. من جهته أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين سيمهد الطريق للمفاوضات المرتقبة. وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت غياب الدولة اليمنية في العديد من المناطق، ما أدى إلى تدهور الأوضاع. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أعلن استعداد بلاده للذهاب إلى أي محادثات سلام مع الطرف الآخر المتمثل بالميليشيات الانقلابية، بهدف عودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وعودة كافة المدن والمحافظات إلى الشرعية. وأوضح وزير الخارجية أن الأمم المتحدة بذلت جهدا كبيرا من خلال مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإقناع الإنقلابيين بعقد جولة جديدة من المشاورات في 18 من إبريل الحالي بدولة الكويت، في الوقت الذي كانت الحكومة وما زالت مستعدة للذهاب إلى هذه المشاورات، وفي وقت سابق فشلت المفاوضات ولم يحترم وقف إطلاق النار، لكن محللين يقولون إن فرص التوصل لاتفاق قد تحسنت. وسيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر 2014، وتؤكد الأمم المتحدة أن نحو 6300 شخص قتلوا في النزاع، أكثر من نصفهم من المدنيين. نبدأ هذا الحوار بعد متابعة هذا التقرير حول آخر تطورات الأوضاع في اليمن مع الأستاذ حميد رجوي، المحلل السياسي اليمني. برحب بحضرتك مرة أخرى أستاذ حميد، أهلا بيك. أستاذ حميد، بعد متابعة هذا التقرير كيف ترى تطورات الأوضاع الأخيرة بعد سريان وقف إطلاق النار وتأثير ذلك على المفاوضات المتوقع أن هي تكون إن شاء الله يوم 18 من إبريل الجاري؟ نحن نأمل كشعب يمني قاطبة أن تؤدي هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات إلى وقف نزيف الدم اليمني ووقف مزيدا من الدمار التي عانت منه اليمن فترة طويلة. لكن في الواقع على حقيقة الأمر لم يكن هناك أي ما يدعو إلى التفاؤل، لأن هذه الجماعة الحوثية نشأت على استراتيجية معينة، يعني لم يكن لديها أي رؤية سياسية، لم يكن لديها يعني في تاريخها الطويل المتابع للحروب كلها مع الحوثي لم يلتزموا بأي اتفاق أو أي حوار أو أي سلام، فهم دائما يحاور في وقت ما يكون في وقت ضعف جدا حتى تتسنى له الفرصة. ولذلك نأمل من الله عز وجل أن يخيب ظننا هذه المرة وأن يصل الحوثيون إلى المفاوضات ولديهم رؤية يطرحونها، يصل الحوثيون إلى المفاوضات للالتزام
بوقف الدم اليمني ووقف الدمار على هذا الشعب. اليمنيون عانى كثيرا من الحروب، عانى كثيرا من ظلم وبربرة هذه الجماعة الفاشية. نأمل هذه المرة أن تصطب النوايا وأن يخرج اليمن إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ما ستنبئ عنه الأيام القادمة. فالحوار أصبح قريب جدا، ويعني الامتحان الأول في وقف إطلاق سرين يعني النار سيكون قريب جدا، مع أنه إلى اليوم لم تظهر أي مقدمات، لم يظهر من الحوثيين حتى بيان رسمي من أي جهة من أي مؤسسة من مؤسساتهم أنهم فعلا متوجهون إلى الحوار ومتوجهون إلى وقف إطلاق النار. يعني هل كان الحوثيون أستاذ حميد، يعني أنا بس بتوقف عند النقطة دي، كانوا أحد أسباب فشل المفاوضات اللي كانت في يناير؟ كل الفرقاء في اليمن متفقون على وقف إطلاق النار والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني التي اتفق عليها اليمنيون جميعا بعد تطبيق القرار الأممي، ولا يوجد من يعرقل ذلك. فالقرار الأممي 2216 يقضي بانسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة وخروج المسلحين من صنعاء وتسليمها للحكومة الشرعية. من يؤخر ذلك بالضبط هم الحوثيون، وكل مرة يذهبون ولا جديد في حواراتهم. لكن نأمل هذه المرة بعد الضربات يتلقوها وأصبحت القوات الشرعية على أبواب صنعاء أن يكونوا جادين، وهذا ما نأمله إن شاء الله. هل تعتقد في ظل ما تذكره بشكل خاص عن الحوثيين أنه خلال الفترة القادمة سوف ينصاعوا إلى الحوار الوطني، كذلك أيضا إلى قرارات الشرعية الدولية، تحديدا القرار 2216 الخاص بمجلس الأمن، وذلك بعد المفاوضات اللي هتتم إن شاء الله في الكويت، تتوقع ذلك أم لا؟ ليس لدى الحوثيين أي طريق ثالث. نعم. هو إما أن يسلموا لهذا القرار بالحوار وبالتفاوض وينسحبوا من المدن ويسلموا الدولة ومؤسساتها للحكومة الشرعية عن طريق السلم والتفاوض، أو في الطريق الثاني وارد وهو الحسم العسكري، ونحن نتكلم اليوم والقوات الشرعية على أبواب صنعاء. فلا يوجد خيار ثالث للحوثيين، فإما أن اختاروا طريق السلم وخففوا عن أنفسهم وعن اليمنيين مزيدا من الدماء يعني التدهور، أو أن يستمروا في عنادهم كما هو معهود منهم، والحسم العسكري قادم ووارد، والقرارات الأخيرة تؤكد ذلك. ففي القرار الأخير الذي أصدره الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي بتعيين نائب عسكري ورئيس للحكومة سياسي محنك، يوحي بأن الخطين متوازيين، إما أن ينفذ القرار الأممي 2216 عن طريق السلم والحوار والتفاوض، أو فالخيار الثاني قائم وارد، والحل العسكري أرى وأعتقد أنه هو الذي يفيد مع هذه الجماعة. خلفية هذا التعديل المفاجئ وهذا القرار الذي أصدره الرئيس اليمني، المرحلة القادمة تقتضي ذلك. الحكومة السابقة حكومة بحاح، رغم أنها جاءت في وضع معقد، إلا أنها لم تنجز شيء من مهامها ولم يلمس الشعب اليمني منها شيء. إضافة إلى ذلك هي أداة من أدوات الانقلاب الحوثي، فهي جاءت نتيجة الاتفاق ما يسمى بالسلم والشراكة الذي كان تحت ضغط السلاح، فكانت عبارة عن أمر واقع عاشه اليمنيون. فجاءت هذا القرار الأخير فيه نوع من التجديد والتغيير، فيه كذلك إشارة كما قلت إلى أن الحكومة الشرعية تسعى إلى إحلال الأمن والسلام في البلد عن طريق الحوار السياسي باختيار الشخصية السياسية المرموقة أحمد عبيد بن دغر، القيادي المعروف في المؤتمر الشعبي العام الذي يعتبر مكون أساسي من مكونات اللعبة السياسية في اليمن. فكان القرار يصب في هذا الاتجاه، في ما تتطلبه المرحلة القادمة، ما تطلبه إحلال السلام والأمن في اليمن، والتوجه إلى إعادة البناء والتوجه إلى الإعمار والتوجه إلى حل الوضع الإنساني المتردي فعلا في اليمن. فجاءت هذه القرارات تؤيد هذا الاتجاه وهذا المسار. وهل هناك أيضا حالة من الجدل بتسود الشارع اليمني؟ يعني هناك بالفعل حالة ربما من الجدل بين الفرقاء اليمنيين، وذلك بعد هذا القرار الخاص برئيس اليمني، ماذا عن الحال في الشارع اليمني؟ أنا أعتقد الأحداث هذه جمعت الشارع اليمني،
لم يكن هناك فرق غير فريقين، إما فريق مؤيد للشرعية ومؤيد للرئيس الشرعي وقراراته أيا كانت، وهذا الفريق هو الفريق الداعم لقوى التحالف والداعم للشرعية والذي هو يسمى بالمقاومة، مساند الجيش الوطني في كل محافظات اليمن، سواء في المجال السياسي أو المجال العسكري أو المجال الإعلامي أو كل الاتجاهات. وكذلك الفريق الثاني الذي هو الحوثي وأنصار المخلوع صالح ومن يقف في صفهم، بلا شك هؤلاء لن يرضوا بأي قرار أيا كان هذا القرار، لأنهم جاءوا بإنقلاب على الرئيس عبد الرب المنصور هادي ويرفضون أي قرار يأتي منه، فلا يوجد فريق ثالث اليوم في الملعب السياسي اليمني. هل هذا القرار أيضا الذي اتخذه الرئيس اليمني وهذه التعديلات التي تعتبر طبعا تعديلات مفاجئة في الحكومة اليمنية، هل من وجهة نظرك ستؤدي إلى المزيد من التوحد بين الشعب اليمني؟ هل أيضا ستعمل على نزع فتيل الأزمة الحالية وأنه يكون في تأثير للمفاوضات اللي من المفترض إن شاء الله أن هي تكون في شهر إبريل الجاري 18 إبريل؟ أنا أعتقد أن هذه القرارات تصب فعلا في المصلحة الوطنية، نعم، وتسعى إلى جمع الصف اليمني ومزيد من توضيح الرؤى للمستقبل، لأن الشعب اليمني والشارع اليمني وصل إلى يعني اتجاه مسدود، يعني ما فيش أفق أمامه ليرى إلى أين تتجه الأمور. فجاءت هذه القرارات الأخيرة كما ذكرت لك سابقا أنها جاءت توضح مسارين متوازيين، إن أراد الحوثيون تطبيق القرار بالسلام وإعادة الشرعية بالسلم فالخط مفتوح، والرجل السياسي المحنك موجود على رأس هرم الحكومة، وإن تنصلوا عن ذلك ورفضوا فالشخصية العسكرية القوية المعروفة بارتباطاتها يعني وعلاقتها مع كثير من قادة الجيش وكثير من القبائل خاصة في الشمال في حدود صنعاء، قبائل الطوق يعني القبلي المحاذي لصنعاء، فالاتجاهات واضحة اليوم. لم يعد هناك كما ذكرت أي خيار للحوثيين غير إما أن يسلكوا طريق السلم، وهذا ما يأمله اليمنيون ويتمنونه، ويخرجوا من هذه الأزمة بتخفيف وبالحفاظ على ما تبقى أصلا من اليمن المنهار والساقط، وإما أن يستمروا في غيهم وعنادهم، فالطريق الثاني واضح. نعم. طيب لو هنتكلم على الموقف السعودي، ولي العهد السعودي وزير الدفاع ذكر أنه الحرب في اليمن الآن باتت قريبة تماما من نهايتها، لأنه ذكر تحديدا أنه في وفد بيمثل الحوثيين بيجري مفاوضات في مدينة سعودية، وبالتالي هذا بيطرح التساؤل أنه إلى أي مدى قوات التحالف الوطني أو العربي نجحت في المهمة الخاصة بتضييق الخناق على الحوثيين وعلى طبعا أعمال العنف التي تتم في الأراضي اليمنية حاليا. عندما نرى الحوثيون في تصلبهم دائما عن وتنصلهم عن الحوارات، ورفضوا في البداية الحوار خارج اليمن، بل رفضوا حتى خارج صنعاء، فبعد أن قاموا بإنقلابهم المشؤوم دعاهم الرئيس الشرعي عبد الرب المنصور هادي بعد سقوط صنعاء إلى الحوار يمني داخل مدينة يمنية في تعز أو في عدن، فرفضوه. لكن اليوم نرى أن الحوثيين ذهبوا إلى مدينة سعودية، يعني اتجهوا إلى البلد الذي كانوا يتكلمون بالأمس أنه عدوان وأنه باغي وأنه كذا، واليوم يذهبون إليه للتفاوض، فهذا دليل على أن الحوثيين بدأوا فعلا ينصاعوا، وخاصة لما تلاحظ القوات الشرعية، لأن هذه الجماعة لا تخضع إلا القوة، ترى القوة يعني القوات الشرعية اليوم على مشارف صعبة، المعقل الرئيسي للحوثيين هي كذلك على أبواب صنعاء، وسقوط صنعاء يعني سقوط الإنقلاب، فالحوثي يسعى إلى أن يبقي ولو شيء من مكاسبه عن طريق الحوار، لأن الحرب ليست في صالحه اليوم، خاصة بعد عام طويل من أكثر من عام، إحنا الآن نتكلم من العمليات العسكرية سواء الجوية أو على الأرض، كذلك بعد أن خيب آماله كل من كان يؤمل أن يقفون معه من القوى الدولية أو يعني إيران أو غيرها، لم يعملوا له شيء، لم يقدموا له شيء، فبلا شك الحوثي في طريقه إلى